13. يعني النادي الزمالك عمل مباراة في لغاية الدقيقة 70 بشكل كويس، بس كان المفروض ان يستغل الفرص اللي بتتاح ليه في خلال المباراة. انا عاجبني جدا النهارده مصطفى فتحي بصراحة، يعني هو بيدي شكل جمالي لأداء نادي نجم الزمالك. من نجوم اللقاء. صحيح، يعني الهدف اللي جابه لو ياسر بس يبقى معايا بس لحظة، في الدقيقة 57 مصطفى فتحي في كرة عمل نفس الهدف اللي جابه بالظبط، وجت في القائم من تحت في أسفل بالظبط القائم نفسه، هو في الدقيقة 61 بالهدف بتاعه، هي نفس الدخلة بتاعته، الواحد اتنين تلاتة وسددها بس بشكل رائع جدا. فهو عمل الكلام ده مرتين، مرة ما نجحتش بنسبة 100%، جت اقول مثلا 90% لان بس الارقام هو هو تاني مرة أمن عليها قوي، التاني مرة دخل قوي دخل ووسع شوية لنفسه ولا وحطها في نفس الزاوية. يعني يا ريت ياسر بعد اذنك تجيبها لنا، هي كانت الفرصة في الدقيقة 57 ونص عشان تقدر تجيبها بالظبط، والهدف لما جابه هو كربون بالظبط. فمصطفى فتحي حتى كمان الكرة لما بتبقى في رجله بيحاول ان هو يطلع التمريرة بتاعته بشكل سليم، منها ناحية جمالية ومنها فيها دقة كمان. ده أعتقد ده الهدف. ده الهدف. بص هو دخل خلى المستطيل بتاع المرمى هو في وسط المستطيل، فالتسديدة بتاعته راحت صح، التانية كان فيها بميل شوية فعايز يحطها في فتح البعيدة. زاويته يا كابتن وشاف. لكن هو عنده رؤية كويسة جدا، وهو شايف قاري المكان. حتى بص هو هتلاقيه دايما عينه على الكورة وهو بيسدد، فحطت رجله فيها كويس جدا. مصطفى اشتغل كويس جدا في الشوط الاول، ويمكن احنا لما انا وطارق كان بيتكلم انا بقول تغييره الجبهه كلها مش غلط. مظبوطه. يعني انت لازم برضو لما بتيجي انت ايه عندك الكرة. دي الكره اللي جت، بص هو حطها بمين، 10 على 10 10 على، يعني هقول 9 على 10، الثانيه 10 على 10. لكن هو رؤيته كويسه جدا وبيتحرك بشكل كويس، وعنده ايجابيه حتى كمان في التسديد. يعني كورتين بتتسدد في خلال 4 دقائق، منهم واحده بتيجي في القايم واحده بتيجي في المرمى، لا يبقى ده نجاح بنسبه مثلا اقول 100%. يعني ف ده اللي كان المفروض كهربا كمان يعمله، لكن كهربا كان في نهايه الماتش كان الفرديه كانت غالبه عليه شويه، كان لازم كهربا يوفر كل مجهوده للاداء الجماعي لفريقه.